البلائل عنصرية والمآسي والفساد من سموم الطائفية إننا نحمي البلاد من بلائل. السلام عليكم. ندوتنا اليوم حول اسمحوا لي شوي طويلة بس يعني أنا 15 minutes أنا أحاول أني عشان أعطي زميلي فرصة. أننا بالتأكيد نعيش في زمن الانفلات في الخطاب الديني والمذهبي والطائفي على كل المستويات، في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وفي المواعظ الدينية والخطب وفي الفضائيات التي تتكاثر كالفطر. بعض هذه الخطابات الطائفية نراه بشكل سافر وواضح ومكشوف وفج، وآخر بشكل مضمر ومتواري، وهو مناخ ملائم جداً لإلهاء وتضييع القضايا السياسية الجوهرية وحرفها عن بوصلتها الرئيسية. إنها لعمري الأجواء المشجعة والمكرسة لبقاء الحال على ما هو عليه، خشية مما هو أسوأ منه، وهو مناخ تستطيب له الأنظمة الاستبدادية في كل مكان على وجه المعمورة، والمؤكد أنها تخلقه إذا لم يكن موجوداً، وتشجع عليه بقوة إذا حانت ساعة الصفر ووجهت بالاحتجاجات الشعبية المزلزلة. ولا غرابة أن نجد أغلب الناس تستدرج له بوعي أو دون وعي، وربما حتى معارضين وموالين يسيرون في ركابه. إنه المناخ ذاته الذي أخر استحقاقات الإصلاح والديمقراطية في كل الأرض العربية على مدى عقود، وهو المناخ الذي يتصارع فيه الإخوة فيما بينهم، وكل يمسك بعنق الآخر متهماً إياه بانتزاع وسرقة حقوقه. إنه المناخ الذي يبرئ ساحة أنظمة الحكم ويخلي مسؤوليتها، وتبدو فيه وكأنها حمل وديع وبريء مما يجري، والتي لولاها لتعثرت جهود الإصلاح المجتمعي ولازداد الصدع وتقاتل أبناء الوطن الواحد. فالشعب هو المتخاصم والمختلف مع بعضه حول حقوقه، بالتالي لا دين ولا استحقاق سياسي مؤجل له في رقبة حكومته. ولقد سمعتها مرات عديدة من قبل متداخلين ومشاركين في فضائيات عالمية: الشعب البحريني مختلف مع بعضه وليس مع حكومته. وقالت لي مراسلة أجنبية التقيتها بعد انقضاء قانون السلامة إن مشكلة الشعب البحريني الآن هي الطائفية، ويعاب على المعارضة أنها لم تلتفت إلى هذا السيناريو المتوقع والمدروس، ولم تضح في حسبانها، وأرى أن شعب البحرين قد تم جره جراً لهذا التوجه المدمر. وما لجان التحقيق التي تم إنشائها في الوزارات وعلى صفحات الجرائد وفي التلفزيون، وحيث يحاكم الزميل زميله ويوشي عليه ويتسبب في فصله ويخونه في كتاباته ويوسمه بالعمالة والخيانة، إلا محرضات لبث الفتنة ونشر الفرقة والكراهية والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد. وقد كان بالإمكان أن يفصل هذا الموظف ويعتقل وينتقم منه دون أن يزج بالمواطنين ويورطونهم ويحرجونهم ويؤلبونهم على بعضهم البعض. ففي الدول الريعية كدولنا يعد النظام هو الرازق والمغني والمفقر، ومثل ما جرى إرسال الملثمين إلى بيوت الناس لاعتقالهم، كان بإمكانه أيضاً إرسال رسائل بريدية أو إلكترونية أو هاتفية لإخبار الناس بفصلهم دون المرور بلجان التحقيق المهينة للشعب البحريني. فمن الذي سينسى صديقاً أو رئيساً أهانه أو تسبب في قطع رزقه حتى وإن كان يدرك أنه عبد مأمور؟ فالناس ببساطة بشر عاديون وليسوا حكماء أو ملائكة. هذه العملية أعتبرها أكبر مؤامرة على الشعب البحريني، وهي أحد أكثر الأمور التي تسببت في زرع الأحقاد وفي الانشطار المجتمعي الذي نرى نتائجه الآن. إن أجواء العمل أصبحت خانقة، فلا ترقيات ولا تعيينات جديدة لمكون كامل من الشعب، بل قطع رواتب وتمييز صارخ وإقصاء وتهميش وإمعان في سياسة الانتقام. وكلما طال الحراك وتأخر الحوار ازداد التناحر والكره والتباغض بين أفراد الشعب، وهو ما يتيح للحكم أن يقول للعالم إن شعباً ممزقاً ومتشظياً وكارهاً لبعضه البعض كهذا يستحق أن نكون أوصياء عليه، وهو أقل نضجاً من أن يلان الديمقراطية، فالديمقراطية يستحقها عندما يكبر وينضج ويصير أهلاً لها. دعه يتخطى أزماته أولاً، وطالما هو ملتهن وغارق في مشاحناته وبعمر وعلي والطائفة الناجية والطائفة الهالكة، فلا قدرة له على التحول الديمقراطي. لذلك كان البدء ببرامج المصالحة الوطنية التي هي بالمناسبة آخر توصية من توصيات بسيوني، مع أننا نعلم أن التشرذم المجتمعي إن هو إلا نتاج للأزمة السياسية غير المحلولة. فهل تجدون أفضل من هذه الأجواء لصرف الشعب عن بوصلته الأساسية ومطالبه المشروعة؟
من تجاربنا ومنذ انطلاق الربيع العربي لم نجد نظاما عربيا سلم طواعية واستجاب بسرعة قبل خراب مالطا وقبل أحداث وتدبير الخلافات الطائفية وتمزيق النسيج المجتمعي. لم نجد للأسف نظاما عربيا واحدا فضل الخيار السلمي والتحاور والتشارك. كل الأنظمة انتهجت الخيار الأمني والعسكري وقاومت إلى الرمق الأخير، بل وجد بعضهم أن الحرب الأهلية على خلفيات دينية ومذهبية أهون عليه من الخلع أو الإصلاح والتغيير والتنازل. عشية رأس السنة الميلادية 2011 وقبل ثورة يناير المصرية، فجر وزير الداخلية مبارك كنيسة القديسين في الإسكندرية واتهم إسلاميين بتنفيذها ليمنع قيام الثورة الشعبية التي كانت تلوح في الأفق ولكي يقلبها إلى حرب بين المسلمين والمسيحيين. وبالطبع فنحن لا نخلي مسؤولية المجتمع عما يصيبه وما يقع فيه من فتن وما يستدرج إليه من أفخاخ، وهو أمر وجدت الشعوب نفسها فيه ويعود إلى أسباب عديدة، بعضها قديم ومتجذر وتاريخي وبعضها راهن ومتصل اتصالا وثيقا بمجريات الأحداث السياسية. لكن الأنظمة اعتقدت أنها أشطر عندما انطلق ما يسمى بالربيع العربي وطالبت الشعوب بحقوقها، تصدت لها وعملت على تحوير هذه الحقوق والتحركات، واستعانت في ذلك بخبراء عالميين وشركات ضخمة دفعت لها الملايين لتجميل صورتها وتشويه صورة مناوئيها، والأمثلة حول ذلك عديدة كما تشاهدون وتسمعون. وثمة من يرى أنه ليس ربيعاً بل سايس بيكو جديدة، فإن كان كذلك فنحن نرى أن الأنظمة تساهد في إنجاح هذا السايس بيكو. وأقولها بكل صراحة، إننا مجتمعات لم ترق في مستوى تعليمها ووعيها السياسي والوطني إلى التفكير العقلاني لمعالجة شؤونها الدينية والسياسية بعيدا عن الدين والطائفة. وأسوأ ما في تدين السياسة وتسييس الدين أننا جميعا لسنا على اتفاق في شأن هذا الدين، فكل يرى فرقته الناجية وفرقة غيره الهالكة، وكل يكفر الآخر ويرى نفسه في الجنة والآخر في النار، ولا أحد يؤمن بالتعددية وحق الاختلاف وحرية احترام الآخر التي هي جوهر الديمقراطية. إن الذبح والقتل والتفجيرات تجري الآن في العراق وباكستان وسوريا وغيرها كلها على وقع التكبير وتقربا إلى الله وبلوغ مرضاته وجنته، وما كان متواريا ومسكوتا عنه وكان يقال في الغرف المغلقة صار مكشوفا على إثر اتساع وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية والتي لم تعد محكومة بإطار أو سياسة محددة. وهو يوم لم تحسب له الأنظمة حسابا إذ اعتقدت أنها ستظل مالكة ومتحكمة في القطاع الإعلامي بشقيه الخاص والعام، ولهذا نجدها سارعت بالدخول بكل ثقلها إلى هذه الساحة أيضا وأشعلتها فتنة وتوتيرا وتحريفا وتضليلا، مستعينة بالحسابات المموهة والمشبوهة وممارسة عملية الردح الإلكتروني وتكريس التناحر والاختلاف الطائفي وشتم المناوئين والمعارضين واتهامهم في شرفهم وأخلاقهم من أجل إسقاطهم في نظر جماهيرهم. ظل شعار الأنظمة حتى في زمن ما يسمى بالربيع العربي نعيش نعيش ويفنى الوطن، ولعل حرب المصالح السياسية وتقاسم النفوذ الإقليمي والدولي قد ساهم في تأجيج هذه الحروب، ولكن كل الحروب تقوم على حروب ومصالح مادية وإن تغلفت بالدين، والدين منها براء، ولكن الدين كان ولا يزال مطية لهذا الفصيل أو ذاك. ولعلنا نسمع ونرى أن النظام الذي يدعو شعبه إلى فصل الدين عن السياسة هو أول من يستعين بوعاظه لتمكينه ومؤازرة مواقفه. إننا أفضل شعوب لهذه الأنظمة على رأي اللبنانيين، هيك شعب هيك نظام. وإذا استمر حالنا على هذا المستوى من الوعي فسوف نظل أسرى عقلية وثقافة السقيفة وعمر وعلي، ففي السابق حرمنا من الحق في مناقشة تاريخنا السياسي وتفصيل إيجابياته ومساوئه بسبب التحريم وتقديس الشخصيات التاريخية وتنزيهها عن الخطأ، ونحرم اليوم من مناقشة شؤوننا السياسية ومحاسبة أداء حكوماتنا بذريعة المساس بالأمن المجتمعي وبالذوات الحاكمة التي لها حقوق في الدساتير تقارب حقوق الآلهة. أما حقوق المواطنين فهم مجرد حبر على ورق وتنتهك كلها إذا مس هذا المواطن حرمة النظام. لذا يلوذ المواطن بدينه ويحتمي بخيمة طائفته في ظل دول وأنظمة لم ترعى مواطنيها ولم تؤسس لدولة المواطنة أصلا، بل كرست الحكم القبلي أو العسكري أو العائلي وأهملت ما عداه من مقومات بناء الإنسان. وهكذا عندما حبت رياح التغيير كان من الطبيعي أن نحصد ثمار ما زرعناه في التعليم والمناهج وفي الإدارة السياسية والإعلامية التي لم تحرص على قيمة أو مبادئ أو أعراف قدر حرصها على مكانة الحكم والحاكم.
هل لنا بعد هذا أن نتساءل عن دور الإعلام وفيما إذا كان موضوعيا ومحايدا أم محرضا ومنحازا؟ إن الإعلام ليس سوى مرآة عاكسة لواقعنا، وتقرير لجنة تقصي الحقائق يقول إن الإعلام البحريني كله مرئيا ومسموعا ومقروءا ومكتوبا هو إعلام موال وخاضع للسيطرة الحكومية باستثناء صحيفة واحدة، ولذا هو يجاري التوجهات الرسمية في سياستها، وما لم يكن مستقلا فسيظل منحازا وممثلا لوجهة نظر الحكومة فقط. يقول تقرير لجنة تقصي الحقائق في أهم توصياته حول الإعلام، حول ما يسمى بالتحريض الإعلامي، هو يرى أنه يجب النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر مساحة للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، لأن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني والعرقي. وضع معايير مهمة للإعلام والأشكال الأخرى للمعلومات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية بهدف تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح ومن دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير. اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض التي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا بصرف النظر عما إذا كان المصدر خاصا أو عاما. توصي اللجنة بالتوصيلات التالية فيما يتعلق بالفهم الأفضل واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك احترام التنوع العرقي أولا، ووضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيرة القانون. وبصفة عامة توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي حتى لو كانت تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني. فهل ترون أن ذلك تحقق؟ أكتفي بهذه الأسئلة وأترك الباقي للنقاش، وشكرا لكم.